لازلنا معكم مشاهدينا في هذه المتابعة، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ الأقمار الصناعية ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنمية المستدامة. دكتور صفي الدين، تابعنا يعني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 10 لثورة 30 من يونيو، وتحدث عن ثقته في هذا الجيل القادر في إتمام تجربة مصر التنموية، وتحدث عن عدة قطاعات تخطو فيها مصر خطوات متسارعة لتتحول من خلالها إلى مصاف الدول المتقدمة. الرئيس تحدث عن الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والخضراء التي اتجه إليها العالم مؤخرا. في رأيك الخطوات التي حققتها مصر في هذا المجال تحديدا؟ أولا كل سنة وحضرتك وكل الشعب المصري طيب بمناسبة هذه الثورة الكريمة. ثانيا هقول لحضرتك أنا متابع برامج التقدم الصناعي والمدن الصناعية اللي كانت بتتم، وعاوز أقول لحضرتك أن مش من المنطق أن أنا أعمل هذه الأساطير أو هذه المدن الصناعية بدون وجود رو ماتيريال، مواد الأساسية اللي بتستخدم في هذه المصانع كلها. أنا هعمل مصانع جلود يبقى لازم يكون عندي إنتاج حيواني. هعمل مصانع فاين فوس، مصانع غذاء، يبقى لازم يكون عندي توسع أفقي ومزارع وزراعة بتطلع من أرضي. هعمل مصانع على كل المصانع دي صناعات الأساس، يبقى لازم يكون عندي جزء من الأخشاب اللي أنا هستخدمه على الأقل، ولا بد من وجود الطاقة التي أستطيع أن أستخدمها فيها. فالمنظومة المكتملة دي خلينا نتكلم فيها. طبعا نسمن ثلاث نقاط على التتالي. نسمن التوسع الأفقي الذي تم في جمهورية مصر العربية في 10 سنوات السابقة، حيث أنه قد أضيف إلى المساحات المزروعة التي زرعت منذ عهد محمد علي ومنذ عهد الفراعنة اللي كانت حوالي 4 أو 5 مليون فدان، قد تم إضافة ما يقرب من 5 مليون فدان في هذه المدة، وهم بالتحديد 2.2 مليون فدان بتوع الدلتا الجديدة، هم المليون فدان اللي ضم إضافته على توشكا، ال 500 ألف نص مليون فدان اللي موجود في تجمعات سينا، النص مليون فدان اللي موجود شرق وغرب القناة، المليون فدان اللي في مدينة الزراعية الجديدة العريقة في غرب المنيا اللي كانت منذ 10 سنوات غير موجودة على الإطلاق، كانت أرض صحراء جرداء لأنها كنت أنا بنزل فيها بنفسي. بناء على هذا التوسع الأفقي إن إحنا بنعمل إزاي ده في طفرة زراعية، بما إن الزراعة هي أساس الحياة في كله، واللي حضرتك بتقوليه ده مثلث الحياة، الغذاء، الماء، الطاقة. بناء على الثلاثة المنظومة دي فكانت بنبحث على مثلث الحياة. طب إذا كان تم إضافة ما يقرب من 5 مليون فدان في هذه المرحلة، خدي بالك احنا ورثنا من الفراعنة لحد محمد علي ما يقرب من 1 مليون فدان، ورثنا من بعد محمد علي بان النهضة المصرية بعد منظومة عمل الترع والمصارف والكلام واللي كان العالم بيئن منه في هذه الفترة. ليس فقط الشعب المصري كان يئن، بل كان العالم كله يئن على عملية بناء الترع والقناطر اللي زودت المساحات الزراعية في الوقت ده من 1 مليون فدان إلى ما يقرب من 5 أو 6 أو 7 من 10 مليون فدان. نعم. طب الخمسة مليون فدان دول اللي تموا في الأماكن اللي أنا قلتها لحضرتك. النقطة الثانية الماء، كيف تم إضافة مصادر مياه غير تقليدية في هذه المدة بخلال 3 محطات معالجة. الـ3 محطات معالجة دولت هم من الأقوى في العالم. طب محطة معالجة العالمين اللي هتوصل 2.5 مليار متر مكعب مية سنويا، محطة بحر البقر اللي هتضخ في سينا ما يقرب من 1.8 مليار متر مكعب سنويا، محطة المحسمة اللي هتدي 5.7 مليون متر مكعب يوم في هذه، كل الارقام اللي انا بقولها لحضرتك دي اسمها وسائل غير تقليديه او مصادر مياه غير تحديثه غير تقليديه. لو كنا سالنا عنها من 15 سنه ما كانتش عندنا هذه المصادر من المياه.
طيب المصادر الطبيعية اللي موجودة وما تم من عمل دراسات وعمل مخرات للسيول وحصد مياه الأمطار في المناطق الساحلية، بالرغم من أن مصر دولة غير ممطرة، إنما في مليار متر مكعب من المياه يتم حصده الآن، اللي هو كان من 3-4 سنين أو من 5 سنين بيمثل نقمة على السواحل المصرية وعلى القرى السياحية اللي مشيتها وكان بيشيل بلاد ويموت ناس ويقطع طرق. النهاردة بقينا بنستثمر بمصادر غير تقليدية اللي هي مليون فدان، وهذا يخدم هذه المساحات. المصدر الثالث هو تحلية المياه البحر وتحلية المياه الجوفية في مقرات الصحراء المصرية، فبناء عليه تم إضافة ما يقرب 10 مليار متر مكعب من مياه التحلية ومن مياه الصرف الزراعي، وضيفي على حصد مليار متر مكعب من المياه. كل هذه الكميات من المياه تم إضافتها علشان أعمل توسع أفقي، وبعدين نسمن ونقيم البحث العلمي اللي بدأ يعمل التوسع الرأسي في إنتاج نوعيات من النباتات تتأقلم مع درجات الحرارة وتتأقلم مع درجات الملوحة العالية، فيما يسمى ثورة في الزراعة وثورة في المياه وثورة الطاقة. حضرتك قلتيها ان احنا يكفينا شرفا ان احنا نكون من اقوى دول الشرق الاوسط في انتاج الطاقة المتجددة، لان انا ارى ولكما يرى العالم ان مستقبل العالم ليس في الطاقة الاحفورية وليس في البترول، انما هو في الطاقة الجديدة والمتجددة من كل انواعها. صحيح، وهذا الامر يعني ربما مصر جديرة بيسمح لي دكتور صفي في موضوع الطاقة دي، عاوزة حلقات وحلقات اكيد يعني وقت طويل ارفع. صحيح دكتور صفي، يعني فيما يتعلق بالطاقة المتجددة أنت تفضلت بذكر أن المستقبل ليس للطاقة الأحفورية، لعل استضافة مصر لقمة COP27 كانت خير دليل، ومصر كان لديها العديد من المقترحات والمشروعات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر أيضا. بالضبط، وبناء على كده احنا دخلنا في موضوع الهيدروجين الأخضر، وبدخلنا في موضوع ان انا اعمل الكرييشن للطاقه الشمسيه الهيدروجين الاخضر من قلب الميه باستخدام الطاقه الشمسيه، يعني انا بستخدم 3 انواع من الطاقات كرييتد لبعض يكونوا بعض. بنحلم لسه ان احنا نوصل بمرحله ان يكون عندنا البي زون بتاع الكريمات وبتاع مصادر الرياح وان احنا نستخدمها كويس قوي، بصرف النظر عن طاقه الحراره وجوف الارض اللي موجوده في بعض اماكن سيناء والصحراء الشرقيه، كل انواع الطاقه، واهم ما يسمى لهذه المرحله استخدام ما يسمى الايكو سيستم في كل من انواع التنميه وفي كل انواع الموارد. ان انا لو انا عندي في المنطقه دي هستخدم طاقه الرياح هستخدمها، هستخدم طاقه البايوماس هستخدمها، كل مكان هختار له الطاقه المناسبه والاكثر اقتصاديه لي. يبقى بناء عليه خلينا نتكلم على الثلاث مجالات اللي احنا بنتكلم عليهم دول، بناء عليه ان احنا هذه الطفره. طبعا انا لما هتكلم على مشروعات الحصر وما هتكلم على ما يتم الان على منطقه عين كفاره والكفره وعين كفاره فيما يخص من كل الموضوعات التنمويه اللي موجوده، مصر من الشمال للجنوب ومصر من اقصى الغرب لاقصى الشرق بنبحث على مصادر بديله وعلى مناطق استصلاح جديده وعلى ثروه ازاي نوصل لبيها، لان اصلا صحاري مصر بتحوي ليس فقط الزراعه ولكن بتحوي الخامات والمعادن وبتحوي كل الحاجات الثروات الطبيعيه اللي موجوده. نعم طبعا. طيب دكتور صفي، على جزئيه دكتور صفي اسمح لي، عاوز بس الناس تتخيل اين كنا سنكون حينما لم يكن لدينا كل هذه الكميات من الاراضي المزروعه من القمح. خلاص ابان فتره جائحه كورونا وابان فتره الحرب الروسيه الاوكرانيه. صحيح. وما يتم الان اين كنا سنكون بعد ما كنا بنستورد بنسبه 100% او بنسبه كبيره تصل الى 60% زمان او 70% القمح بتاعنا. طب في فتره كورونا، فتره الحرب الروسيه الاوكرانيه، في فتره التغير المناخي اللي بيتم الان، في فتره الاضطرابات اللي موجوده الان داخل روسيا،
خلاص أين كنا سنكون إن لم نكن هناك برامج استصلاح منذ أول يوم ولزيادة الرقعة الزراعية. وخدوا بالكم أن الرقم اللي احنا بنقوله ده مش رقم هين يهرب فقط. يعني إيه 5 مليون فدان؟ لأن الزراعة والتنمية زي ما احنا دايما بنقول بتبقى محتاجة عمر نوح ومال قارون وصبر أيوب. وبناء عليه عارفين ايه اللي تم في ال5 سنين دول؟ لا، تم طفرة فيما يقول الركاب. ايه مستقبلنا فيها بقى؟ مستقبلنا ان احنا في يوم من الايام نوصل للحلم اللي احنا بنوصله، ان احنا يكون عندنا ما يقرب من 30 مليون فدان ارض مزروعة. هذا حلم يصحبه العمل والعلم. مثلث الحياة كما تفضلت بذكر، زراعة، المياه، الطاقة، هذا ما تتوقعه لمستقبل هذه القطاعات في ظل ما يحدث فيها من خطوات حالية؟ بالضبط، أنا أتوقع أن احنا إن شاء الله نصل لهذه المرحلة، أن احنا نوصل لمرحلة أن احنا يكون عندنا العدد ده من الأبدنة. ليه عاوز أقول كده؟ خد كم معانا الشعب المصري في عهد باني الحضارة المصرية الحديثة أو باني مصر الحديثة محمد علي فيما يخص في عمليات إنشاء القنوات وإنشاء الترع وشق الترع. كل ده كله احنا بنتكلم النهاردة على نهر صناعي أعظم يحول ما يقرب لزراعة ما يقرب من 2.5 مليون فدان، اللي هم 2.2 من 10. النهر الصناعي ده ما بيتعملش على فكرة بالإنشاء ولا بيتعمل بالحديث، بيتعمل في بنية تحتية. البنية 40% ل50% من تكلفة هذا النهر الصناعي موجودة تحت سطح الأرض. نعم، تحت السطح، بنسميها احنا سبسيرفس انستراكشر، بنية تحت سطح الأرض المواطن العادي مش هيشوفها أصلا. بناء عليه علشان يشوف الجزء اللي فوق ما يعرفش قد ايه من تكلفة البنية التحتية للنهر الصناعي اللي موجود على في هذه المنطقة. ليه محتاجين الغذاء؟ لا ينتظر احد. المنيا كما نقول دائما، لولا هذه الفترة والتدفق السريع والحلم اللي كان بالنسبة للي حوالين القيادة المصرية كان غير منطقي. ماذا تفعل هذه القيادة؟ هل هذا جموح؟ هل هذا ما اعرفش ايه؟ السؤال، لو كنا ما بدأناش من اول يوم ندور على هذا الكم من الاستصلاح ماذا كنا سنكون الان؟ هنكون زي المانيا، الدولة زي الامبراطورية التي حاربت العالم مرتين تعاني وبشدة من وجود الغذاء. هل كنا هنبقى زي بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الذي غاب عنها الغذاء في السنوات الماضية، وكانوا بيقفوا طوابير في الهايبرات علشان ياخدوا إزازة زيت؟ السؤال، في دايما بنناقش في التنمية، في برامج التنمية المستدامة، جزئيتين لابد أن المواطن يحط دماغه فيها. أيهما أحق بالولاية؟ إيه اللي أحق بالتنفيذ؟ هل هو ضبط الأسواق أم توفير السلع؟ أشكرك جزيلا، أشكرك دكتور. نعم، أعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت. أشكرك جزيلا دكتور صفي الدين متولي، أستاذ الأقمار الصناعية ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشاري التنمية المستدامة.